المجتمع إن صح التعبير النجفي والمجتمع الكربلائي، هل بحكم أنهم يعني يشتملون على المراقد الدينية في العراق، المجتمعات هذه هي متشابهة ولا فيها اختلافات؟ وإذا فيها اختلافات شنو الاختلافات؟ لا، هو الحقيقة في اختلافات، يعني الأمثال تضرب ولا تقاس. بعض الأحيان تقول فلان الإمام أمير المؤمنين علي، أنت قصدك الشجاع ولا، لكن مو قصدك الإمام علي. الأمثال تضرب ولا تقاس. فمثل ما تحدثنا عن العوجة وتكريت والفوارق ما بين القرية والمدينة، وتكريت شنو والعوجة منو، هذا من باب المثل. أيضا ما بين النجف وكربلاء أكو اختلافات، ولكوني يعني نجفي الأب وكربلائي الأم، فما راح أميل إلى جانب من الجانبين، يعني ما راح أمدح جانب على حساب جانب آخر، مستحيل، ما ممكن، لأنه نصفي الآخر اللي إذا ما ممكن يعني. بس لأن عشت ما بين الأعمام والأخوال اثنيناتهم، وكنت قريبا من الاثنين، بيئة النجف تنظر إلى نفسها أكثر عروبة من بيئة كربلاء. بس أريد أقول هاي اعتراض، يعني أنه بيئة كربلاء عربية أصيلة، وعشائر العرب موجودة في كربلاء، كثير من بني أسد حمير غير موجودة في كربلاء. لا، أقصد هاي نظرة المجتمع، أنا ما لي علاقة يعني. بس هذا شنو سببها نظرة المجتمع؟ النجف طبعا أولا باللهجة يختلفون شوية، أهل كربلاء يمطون الكلمة، أهل النجف لا، ما يمطون الكلمة، ما يجروها، يتكلم الكلمة بقوة. بس من تروح الكربلاء أسمع خوالي يضحكون على أهل النجف، يقولون أنتوا تقولون حمام، حمام شنو هو حمام يعني؟ فنجف شاء كربلاء لعد، هي هواية، لا هذني يعني مفردات. مثل العوجة وتكريت أيضا أكو اختلاف باللهجة على يد عال. النجف تقول إحنا على الصحراء وقريبين من الصحراء وحياتنا بدوية صحراوية، وكربلاء تكاد تكون كلها منطقة زراعية، كل كربلاء خاصة حول المرقدين الإمام الحسين والإمام العباس، بيئة فلاحية. بمعنى النجف يقولون إحنا عشائرنا عربية، وكربلاء لا، بيها إيرانيين أو قولتنا عجم هواية يعني عجمية. ومرة صدام حسين قال أنا بالسوق سمعت كربلائيين بالسوق يحجون بالفارسي بيناتهم. أنا عشت بكربلاء، ما أقول هذا مو صحيح أو صحيح 100%، يعني إذا أكو فد واحد يحكي فارسي، الآن موجود الحديث باللغة الفارسية في النجف وفي كربلاء يعني. وأيضا حتى على مستوى التعازي، مو قلت لك قبل شوية أنه الله يرحم الحاج مهدي الأموي كتب هاي القصيدة، واحد من الشعراء اللي يعني رضخوا وآخرون لم يرضخوا، كان مصيرهم الموت والقتل والتعذيب. حتى على مستوى القراءات الحسينية، مثلا أهل النجف شي يقولون عن أهل كربلاء؟ يقولون شوفوا حنزة الصغير من يقرأ شلون ليه ليه هشكل، تودع حسين العقيلة صيح زينب بالحرام أنا كفيلة، يجروها يعني، يقولون ما بيها قوة. يا بزين شنو القوة؟ يقول لك احنا اهل النجف ايام ايام هاي الدنيا ايام، يوم الاهل يحمونه ويوم العدى يسلبونه، بس يحشوها بتضخم. في حين هو نفس الكلام، انت اذا تمطه او اذا تخلصه بشدة تحشيه، ونفس التعبير ونفس